مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير تشيز كيك بطريقه كتير سهله وبسيطه وبدون جيلاتين. مثل ما شايفين شكله بعقد كتير حلو. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا 400 جرام دايجستيف بسكوت من ناعمون، عاملينهم هلا بحطهم بالجات. وبضيف فوق البسكوتات نص كوب زبده. بخلطهم منيح مع بعض ليصير عنا عجينه متماسكه. بعد ما خلطنا منيح العجينه وصارت تتماسك عنا بهيدا الشكل، هلا بحطها بالقالب. هذا القالب حطيت له على الداير كليم فيلم، واذا بدكم ما تحطوا ورق زبده وكمان فيكم ما تحطوا اي شيء، بس من الافضل نغلف القالب بشيء عشان ما ينتزع عنا قلب التشيز كيك. حطهم بالقالب. مد البسكوتي بهذا الشكل. الطبقه الاولى. بضغط عليهم بالإيد أفضل. بس حطينا البسكوت بهيدا الشكل، هلأ بحطها بالبراد 10 دقايق لنجهز الطبقة الثانية. الطبقة الثانية أول شي بحطها بالكريم. بسم الله. حطيت 300 ميلي دبل كريم، كريمة سائلة. ضيف 4 معالق طعام سكر بودرة، ملعقة، 2، 3، 4، ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو باودر الفانيلا، ما في أي مشكلة. بخفقهم مع بعض. خفقناهم بهيدا الشكل، هلا بضيفي عليهم جبنة ماسكربوني. بضيف 500 جرام جبنة ماسكربوني. بخلطهم شوي مع بعض على سرعة خفيفة. خلطتهم مع بعض. بنحط الخلطة على وجه القالب. بنمد الطبقة الثانية بالقالب، بنمدها مد متساوي. حطينا الطبقة الثانية بهذا الشكل، هلا بحطها بالفريزر ساعة.
بس جمد عنا تشيز كيك. هلا بدنا نكفي الطريقه انا وياكم. عنا هون 220 ملي مي مغلي، بدنا نحط ظرف جيلي، حط الجيلي على نكهة الفريز، حركن منيح ليدوب الجيلي عنا، وبضيف فوق 220 ملي مي بارد، كمان بحركن. حطيناهن على جنب. هلا بدي احط الفريز على وجه التشيز كيك، قطعتهم بهيدا الشكل، واذا انتو بتحبوا بتخلوا الحبه زي ما هي، ما في اي مشكله. بس حطيت الفريز بهيدا الشكل، هلا بحط عليهم الجيلي، بنحطهم على رواق عشان ما ينتزع عنا شكل التشيز كيك. وزعهم بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ طريقة تشيز كيك كتير سهلة وبسيطة وبدون جيلاتين. هالقد جلي كافي، هول بحطهم بكاسي بالبرد لواحد. بعد ما حطينا الجلي على الفريز بهيدا الشكل، هلا بحطهم بالبراد اقل شيء ساعتين لثلاث ساعات. هيدا تشيز كيك بعد ما جمد منيح بالبراد، بدنا نشوف كيف صار. بسم الله، هيدا شكل التشيز كيك اللي طلع عنا. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.